قوتك. برنامج بخدمتكم من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. إشراف عام مازن محمد. إشراف إذاعي لبابة يونس. إشراف برامجي ديما الخضور. إعداد وتقديم ختام صقر. في الهندسة الإذاعية نسمة علي. كاميرا أوغاريت علاء غدير. مراقبة عامة رانيا محمود. رد هاتفي مرح عباس. برنامج بخدمتكم إخراج خلود يونس. تحية للجميع، لكل المتابعين عبر راديو أمواج وقناة أوغاريت، دائما من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. فيكن تتواصلوا معنا على رقم 214-5217 أو 218، والرسائل على الواتساب على رقم 0924-531-053. مجموعة من الشكاوي بحلقة اليوم رح نتابعها، طبعاً الشكاوى اللي وصلتنا من نهار الاثنين. رح بلش بالشكاوى المتعلقة بمجلس المدينة، ومعنا مباشرة على الهاتف الأستاذ حسين زنجرلي رئيس مجلس المدينة. يعطيك العافية أستاذ حسين. ألو. عم نسمعك، عم تسمعنا منيح؟ تفضل. مقبول. طيب أستاذ حسين، نحن آسفين، كمان في يبدو مشكلة بالتليفونات رح نتابعها. رح بلش بالشكاوى المتعلقة بالحفريات والجوار بمنطقة الرمل الجنوبي الغراف. طبعا الشكوى ما جديدة أستاذ حسين، سبق وطرحناها أكثر من مرة من خلالك وأيضا مع الأستاذ ممدوح حاج حسن. بالإضافة للأهم، هي موضوع عرقلة البسطات للسير في سوق الخضرة. كمان وعدنا سابقا وكان في طرح كأحد الحلول ما قبل الزلزال بتجميع البسطات بمنطقة بالغراف، بما لا يؤذي يعني أصحاب البسطات ويضلوا محافظين على مصدر عيشهم بذات الوقت دون إزعاج المارة، دون إزعاج الناس بسوق الخضرة. تمام. لكن حسب ما فهمت من الأستاذ ممدوح، يعني تغير المكان أو للأسف يعني تم حجز المكان لأغراض أخرى تتعلق ببناء المنازل للمتضررين بذات المنطقة. فيا ترى، بس ما في صوت نهائيا. ما عم تسمعنا نهائيا. ألو أستاذ حسين، كلامي غير مفهوم؟ لا هلا تمام، واضح الصوت. طيب برجع بكرر الشكوى المتعلقة بالحفريات والجوار بمنطقة الرمل الجنوبي، وأيضا عرقلة البسطات بمنطقة سوق الخضرة للسير. تمام. كنت عم بحكي عن طرح سابق، يعني أحد الحلول لسوق الخضرة، للبسطات عفوا، بسوق الخضرة بإبعادها عن المنطقة، يعني بحيث لا تعرقل السير، وبنفس الوقت تجميعها بمكان هو قريب من متناول الناس القاطنين، وأيضا دون قطع رزق أصحاب البسطات. تمام. تفضل. بعد إذنك نبلش بموضوع حي الرمل الجنوبي ومنطقة الغراف. أكيد نحن لاحظين بخطة 2023 وخاصة بعد الزلزال كان في ضرر كثير كبير بالبنية التحتية بمنطقة الرمل الجنوبي وحي الغراف، ونحن هلأ ضمن الأولويات إعادة تأهيل الطرقات، وكونه هلأ نحن هني مثل ما بتعرفوا عم يصير أماكن إيواء مؤقتة، وفي أماكن للإيواء للسكن البديل.
اكيد اخذنا اعطينا اهميه كبيره لهذيك المنطقه، حطينا باولوياتنا تاهيل اعاده تاهيل البنى التحتيه من كهرباء وصرف صحي ومياه، وبالاضافه الى زفت واصلاح وترميم كل الطرقات اللي تضررت سابقا وبفعل الزلزال. نعم. طيب الو، عم بسمعك، عم تسمعني استاذ حسين؟ ما بعرف عم يصير. طيب. مشكله في مشكله بالصوت على ما يبدو. تمام. طيب فإذا يعني من الممكن تجميعها بمكان واحد، عم بحكي عن سوق، عن البسطات ضمن السوق. هلأ الحفريات يعني من المرجح خلينا نقول يتم ترميمها بالكامل خلال دورة الزفت الموسم هذا. خلال الموسم هذا بالنسبة لحي الرمل الجنوبي ومنطقة الغراب، خلال هذا الموسم إن شاء الله رح يلاقوا تغير ملحوظ أكيد على الواقع بالطرقات إن شاء الله. إن شاء الله. ما يتعلق بالبسطات، بسطات سوق الخضرة، البسطات بشارع أبي فراس الحمداني، نعم نحن أكيد رح نعالجها، واعتبارا كمان من اليوم أنا بعثت بلغتهم يحطوا يعني من الشرطة ومن مراقبة إشغال الأملاك العامة. كونه صار أنه إشغالات متعدي كثير كبير، ونحن لقينا موقع إن شاء الله بديل لأصحاب البسطات. بس نحن اللي عم يصير عنا عم نظل مستمرين بعملنا اوقات متاخره من الليل، وهذا عم ياثر كثير على الاهالي وعلى الجوار. حطينا نحن نقطه مراقبه هنيك من مراقب ومهندس مسؤول عن القطاع هذيك المنطقه، بالتعاون مع الشرطه لازاله كل التعديات على الملك العام بشارع ابي فراس الحمداني مثل شارع الغافقي رح يصير ان شاء الله. طيب هلا يعني للاسف استاذ حسين اكثر من شكوى طرحت فيها، وفعلا تم التعامل معها، لكن كانت العوده سريعه يعني للوضع السابق، يعني تم ازاله بعض البسطات والتعديات على الملك العام ورجع فيما بعد. لهيك نحن يعني انا ما كثير عم اسمع الصوت. عالجناها سابقا وردوا رجعوا مثل تماما. لكن حطينا نقطة مراقبة من مراقب ومهندس بالتعاون مع الشرطة على مدار الساعة. هل هذا بيكفي؟ هل هن بموقع أمانة يعني فعلا أستاذ حسين للرقابة الشديدة بهذا الموضوع؟ و تفضل. ما سامع ولا كلمة سمحت. عم أقول هل هذا الحل يكفي، يعني وضع رقابة على المكان المتواجد فيه البسطات يعني سواء سوق أبي فراس الحمداني؟ نحط رقابة من شان الأهالي لأنه صار كثير تعدي على الملك العام وإزعاج الجوار للأهالي. يعني وما عم يلتزموا بشروط النظافة وعم يخلوا شوي بالوضع العام. لهيك نحن رح نعالج الموضوع بشكل نهائي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب رح انتقل من منطقة الرمل الجنوبي لرودو، منطقة أو قرية رودو. استاذ طيب نحن بدنا نعتذر منك، يعني للأسف في مشكلة بالصوت. استاذ حسين رح تخبرك زميلتنا مرح بالكنترول مجموعة الشكاوى اللي بين ايدينا، ويا ريت تقدر تجاوبني على الهواء يعني لو ما صار النقاش، المهم نسمع رد حضرتك على كل الشكاوى. رح نكمل حلقتنا لليوم وإن شاء الله تقدر تسمعنا ونسمعك بشكل منيح أستاذ حسين. على ما يبدو كمان المشكلة من عندنا من التليفونات. أستاذ حسين ألو ألو، تفضل. فإذا بننتقل لشكوى رودو، منطقة رودو، بما يتعلق فوهة مطرية مكررة من أكثر من سنة، والأخ عدنان عباس إن شاء الله يكون عم يسمعنا تواصل معنا مرارا بما يخص هيدي الشكوى دون يعني وعلما استلمتوها أنتم كمجلس مدينة، لكن لم يتم التعامل مع هيدي الشكوى.
بدي اعتذر من اللي كل المتابعين، طبعا في مشكله على ما يبدو بالصوت، بنحاول نسكر نقفل الخط ونرجع نتواصل مره ثانيه ان شاء الله يكون في يعني حل سريع لموضوع التليفونات. طبعا فيكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 0924-531-053، وطبعا هلا يعني على ما يبدو صارت شكوى من عنا للاتصالات، شكوى عدم يعني وضوح الخطوط، ما بعرف شو المشكله، يا ترى من المقسم الخط غير واضح ام داخليا. عموما فريق الهندسه راح يتولى القصه. بهالوقت فيكم تبعتولنا على الواتساب، رح نستغل الوقت لبين ما يتم إصلاح التليفونات، ناخذ الرسائل على الواتساب وتسجيل كل الشكاوى على الرقم 0924-531-053. معنا أبو نغم عم يحكي بخصوص المكان المخصص لحديقة بالمشروع العاشر خلف القبطان للاتصالات، عم بيقول ما زالت على وضعها مرتع للعقارب والحشرات والأعشاب يلي صايرة بعلول الأشجار. أبو نغم كان مفروض يحكينا بهذا الخصوص كمان الأستاذ حسين، صار معنا على الهواء، إن شاء الله يكون التليفون أوضح. أستاذ حسين عم تسمعنا؟ تفضل. نعم، ونحن الحقيقة يعني خلال الأسبوع القادم أكيد كل الحدائق بالمشروع العاشر رح نبلش في عملية تهذيب وقص العشب فيها وتنظيفها. نحن رح نخلص اليوم إن شاء الله، اليوم وبكرة بيخلص محور الشاطئ ورح ندخل مباشرة على المشروع العاشر. خططنا خلال الأسبوع القادم الحدائق بمنطقة المشروع العاشر، حي المشروع العاشر، مشان تنظيفهم من العشب وقصهم. نعم، لكن على موسم الصيف تماما يكون ناشف مشان ما يصير اي اشكالات معنا. تماما، يعني مفروض تاهيل الحدائق بكل المحافظه بغض تماماً. النظر عن اي حي. هلا الوكالات عم تشتغل على طريق الشاطئ عند روتانا على الاستراد هون، مباشره بيدخلوا على المشروع العاشر وبيخلصوا ان شاء الله. طيب، في بالاضافه لتجذيب يعني وقص الاعشاب بالحدائق، في تاخير بتنفيذ حديقه بالمشروع نفسه، المشروع العاشر خلف القبطان للاتصالات، عم بيقول هي مكان مخصص، فسحه ترابيه مخصصه لحديقه، لكن لم يتم التعامل مع، يعني لم يتم تأهيلها كحديقة. إن شاء الله ممكن هي صفة تنظيمية إلا حديقة، ما هيك؟ تمام، نحن يعني بالمخطط التنظيمي وين في عندنا مسطحات خضراء أو حدائق، هلأ عم نشتغل نحن نعيد تأهيلهم، بس بتعرفي هلأ كانت الخطط موضوعة قبل من هذيك السنة، بس هلأ شوي صار عندنا مشكلة بالخطط اللي بدنا نقدر ننفذها بسبب تداعيات الزلزال، هون كمان المشروع العاشر واللي مصرخوا توسع العاشر كان في ضرر كثير بالبنى التحتية اللي له، ممكن يصير تأخير شوي، بس نحن أكيد الحدائق والمسطحات الخضراء إلى اهتمام عنا، يعني ضروري إعادة تأهيلها، بس ممكن هذا يتأثر وسط خطة العمل لنا شوي، بس أكيد نحن بدنا نلحظها للحديقة اللي عم يحكوا عنا أكثر المواطنين إن شاء الله تأهيلها أو نجهزها. نعم، تصير حديقة عامة. نعم، بدي ارجع لموضوع رود وتسفيت فوهة مطرية، يعني هي السنة الثانية اللي بنحكى بالشكوى استاذ حسين، لا يليق يعني صراحة. اذا ما انا على الهواء لازم يكون الورشة هلا معه. للاسف يعني في مشكلة عندنا بالتليفونات على ما يبدو. الورشة فينا نقول صارت موجودة اذا عم يسمعنا عدنان. انا كنت انا عم احكي معكم، عم يرن لي المدير الخدمات والصيانة الاستاذ صافي عيوت. نعم، عم انه الورشة هون. تمام، فإذا فينا نقول تمت يعني التعامل مع الشكوى. شكرا لك استاذ حسين، يعطيك الف عافيه، اهلا وسهلا فيك. استاذ حسين زنجرلي رئيس مجلس المدينه.
رح نكمل لليوم مع اتصالاتكم وكحل مبدئي. هلا فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 214-5269-214-5218، فإذا 214-5269 فيكم تقدروا تتواصلوا معنا، وبالإضافة الواتساب دائما 0924-0353. رح رد أيضا على مجموعة الشكاوى اللي وصلتنا نهار الاثنين بما يتعلق بشكوى نقص الأدوية بمشفى تشرين الجامعي، تحديدا مرضى غسل الكلى. يمكن الأخ أبو سالي قدم الشكوى نهار الاثنين حتى حدد بعض أسماء الأدوية الأبوتين اللي كانت تتوزع مجانا، لكن اليوم مثل ما ذكر بالشكوى أنه عم بيتم شراءة للأسف من الخارج ب40,000. هلأ الدكتور لؤي نداف مدير مشفى تشرين الجامعي أكد أنه يعني لم ينفي هذا الكلام بالفعل، لكن للأسف السبب هو تأخر العقود استجرار مركزية للأدوية عن طريق وزارة الصحة، وكل ما صار تأخير فيها بالفعل بيصير تأخير بتوافر الأدوية أو نقص ببعض الأدوية، ليس فقط الكلية، يعني قد تكون بأكثر من قسم، لكن هي مرحلة مؤقتة مثل ما أكد الدكتور لؤي، في حين وصول الأدوية بالفعل بترجع بتتوزع بشكل مجاني. رح ارجع لرسائلكم على الواتساب على رقم 0924-0353. لقيمة هالمزاجية والتحكم بتقنين الكهرباء، الجو صار ربيعي لسه نصف ساعة، هل يعقل بتكفي لكل شيء؟ منطقة الرمل الشمالي شارع غسان حرفوش، وعم بيحدد لنا قرب بقالية أبو نوري يوميا صباحا من 7:30 لـ8، وبعد الظهر من 1:00 لـ1:30 مساء نفس الشيء. طيب ما عم نحسن نعبي مي ولا عم نحسن نعمل شيء، بغض النظر في تفاصيل كتيرة بالرسالة رح نرجع نتابعها. هاي الأيام بالفعل يعني بعد ما كان تقنين خلال شهر رمضان وما بعد تقريب الساعة يعني استمرينا فيها، لكن رجعنا لنصف ساعة، وأحيانا عم بتكون ببعض المناطق ساعة مو بكلها للأسف. أيضا في شكوى تانية نهاية رقم 341 بما يخص شكوى السير على عين التينة. هلأ عين التينة مانا أول شكوى للأسف وصلتنا، عم بيقول أنا بالكراج حاليا، بدي أعرف شو الشكوى، يعني سبق وجدنا الشكوى بما يخص من عين التينة للكراج، يعني من القرية للكراج، وأنه صباحا ما في سرافيس. بتذكر الشكوى اللي وصلتنا كالتالي، أنه من 6:00 إلى 3:00 الصبح تحديدا مثل ما وصلتنا ل9:00 الصبح ما منلاقي ولا سيرفيس، كانوا موعودين ب5 سرافيس من الحفة، لكن لليوم حسب ما وصلتنا الشكوى لم يطبق. نتمنى أن يكون عكس ذلك الكلام، وبرجع بقول لليوم من لما وصلتنا الشكوى هذا الأسبوع الثالث والرابع يمكن لم يتم الرد من المكتب التنفيذي الأستاذ دوريد مرتكوش، علينا أكيد نحكي بكل شفافية ووضوح، نتمنى أن نحصل على إجابة على كثير من الأسئلة المتعلقة بملف النقل، مهما يكون العمل على أرض الواقع يعني أكثر مجدي، لكن أن نحصل على إجابة، وبالتالي الشكاوى اللي عم توصلنا تباعا، يعني البعض عم يشتكي من تأخر تركيب الجي بي اس، البعض عم يشتكي من الجي بي اس نفسه، أصحاب السرافيس، العديد من الأسئلة رح أحكي فيها كمان. اللي وصلتنا رسالة من بخصوص تجديد الجي بي اس، جي بي اس التكاسي. هلأ بإجابة سريعة عن موضوع الجي بي اس التكاسي، مشكور الأستاذ سينان بدور باعتبار الجي بي اس من اختصاص ساتكوب ووزارة النفط. هلأ لحد اليوم ما في أي معلومة متعلقة أو أي قرار يتعلق بجي بي اس التاكسي لليوم، لاحقا قد يكون هلأ كونه طبق بدمشق لهيك وردتنا الأسئلة، لكن لليوم ما في أي معلومة حسب ما أكد الأستاذ سينان. أما فيما يتعلق بتجديد اشتراك جي بي اس للسرافيس اللي ركبت مسبقا، للأسف يعني ومع كل الأسف هذا قرار من رئاسة مجلس الوزراء ب
تجديد اشتراك الجي بي اس كل 6 شهور لمن ركبوا طبعا. يعني القرار ملزم، لا علاقة لمديرية النقل ولا لساتكو بالقرار من مجلس الوزراء حسب ما وصلنا الرد. رح نكمل مع اتصالاتكم على الرقم 214-569-214-518. ام اياد تفضلي. اهلا وسهلا. اكيد الدولة اخذت قوانين لصيانة الابنية والامانة للناس يعني. بس هلا ما كتير عم نسمع، ما بعرف على اي رقم اتصلت فينا. على الخط الثاني يمكن اوضح، عم نحاول ناخذ الاتصالات جميعا. انا اسفه ام اياد، الخط سيء، يا ريت ترجعي تتواصلي معنا. هلا على الرقم الثاني ما بعرف على اي رقم اتصلت ام اياد صبايا 18. فخلينا على 269 يمكن اوضح. معنا ابو نغم. الو الو. طيب كمان في مشكله. رح نكمل رسائلكم على الواتساب على رقم 0924-0353. أبو نغم على الأرضي تفضل. الله يسعد أوقاتي. أهلا وسهلا فيك. العافية مدام. الله يعافيك، تفضل أبو نغم. أنا في شغلة بدي بحب هيك نوه عنها. تفضل. يعني على طول الله يعطيك العافية ومشكورة جهودك أنت على برنامجي، يعني على طول بتحكي مع المعنيين وعلى طول اجتماعات اجتماعات اجتماعات، ونشوف يعني بعد هالاجتماعات ما منشوف حلول حتى للمشاكل اللي أنت مطرحيها. طيب يعني على شو هالاجتماعات ما يجتمعوها؟ يعني أنتوا على شو ما تجتمعوا؟ شغلة ثانية مدام، يعني من كم يوم مصرح السيد وزير الكهرباء انه رفع اسعار الكهرباء صارت ضروره ملحه. واليوم بنتفاجئ بدمشق كمان في اجتماع للكراجات وما بعرف شو كمان بده يرفعوا الرسم. يعني كيف مثلا باجتماع واحد بيتم رفع اي شيء بخص الدوله، وكيف المواطن اذا في عنده اشكال باي موضوع مليون اجتماع ما يتم حله. طيب نحن بنتمنى ان احنا بالسابق بزماننا ما بعرف على اي دور محافظ من المحافظين عمل اجتماع واجتمع مع الاهالي وكان في رئيس مجلس مدني والاعضاء هذول وصار يستمع كل واحد لمشاكله. طيب نحن بنتمنى كونه مثلا اعضاء المجالس المدن والاحياء ما يقدموا شيء، يعني نحن ما لنا شايفين ما يقدموا لنا شيء، يعني الاحياء ما تضل مثل ما هي، واذا تقدم شيء ما يكون بالمكان اللي ساكن فيه هو عضو مجلس الحي. إنه إن كان من تزفيت أو من أي موضوع خدمي. نحن بنتمنى من السيد المحافظ والمعنيين إنه يعملوا اجتماع دوري كل 3 شهور. نحن ما نقول إنه كل شهر يجتمعوا، لأنه بتعرفي عندهم مشاغل وعندهم أمور بده يحلوها. كل 3 شهور يجتمعوا مثلا بكل منطقة بمنطقة، كل أسبوع يكون في منطقة يجتمع الشعب فيها ويسمعوا آرائهم، لأنه مدام بالأخير يعني واحد ما فين يعني انا اذا كنت موجوع حتى اذا بتروح والدتي او والدي لعند الدكتور ما فين يوصفوا له الحاله، ما فين يوصفوا له وجعه. فالمواطن اللي المعني بالامر بتوقع بيوصل الامر للمسؤول 100% يعني الطرح منطقي. ابو نغم نحن من خلال برنامجنا عم نحاول دائما يكون التواصل مباشر مع المسؤول، لكن المشكله لا فينا ولا فيك اكيد يا ابو نغم، المشكله بعدم الرد او حتى البعض مشكور اللي عم بيرد، طريقه التعامل واليه التعامل. دائما اذا بتلاحظ عم نشدد على ارقام تليفوناتكم للتواصل في حال اي حدا طلبه، لكن للأسف هذا الوضع اللي عم تحكيه هو وجع كل الناس ووجعنا معك. المشكلة مدام يعني أنت الله يعطيك ألف عافية أنه كادر بكامله واتصالات ووقت والناس متقدم وبالأخير ما يضل الوضع مثل ما هو. يعني معقولة مثلا نحن خط مي كلف ملايين ومثلا تم دعمه من جهة من منظمة، كانت المي على الخط القديم اللي ما تروح في الأرض، كانت المياه واصلة للبيوت ما أحلاها بعد ما مدوا الخط الجديد. لأنه ما في مياه بالبيوت. يعني أقسم بالله موضوع،
ومبارح على فكره مبارح حكيت مع المدام مها على مديره المكتب الجديده غير بوسينا، ورجعت تواصلت مع الاستاذ علي ولليوم ما حلوا للموضوع. طيب في مي ليش نحن ما بتوصل على بيوتنا؟ تمام. يعني كمان موضوع المياه رح نرجع نحكي فيه. يعني انت صرتي ما تنحرجي من المواطنين ابدا ابدا، هيدا واجبنا، هيدا واجبنا يا ابو نغام. شكرا لاتصالك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا.